أجمل ثلاث أهداف في بداية موسم الجديد. هدف بانجولا تشيفوندا ضد كومو. لو كسر صوب قوي. الله الله، لا تقل انطلق الدوري الإيطالي حتى تشاهد اليوفنتوس يلعب 1-0. امبانجولا هدف كوفاتشيتش العالمي. كوفاتشيتش كوفا خطير، كوفا يركنها الهدف الثاني. هدف عالمي من كوفاتشيتش. اثنين بلاش السيتي يوني من غير. هدف أندريا كامبياسو القاتل ضد كومو. ممكن يعدي، ممكن التصويب. الله الله، ليس من فلاوفر. بانجولا كجناح سجل. كامبياسو واللقطة الأجمل في المباراة يا للكرة. ثبت حارس المرمى لم تكن من فلاوفر. لا يهم من أجمل هدف بالنسبة لك أنت.